يقول لك من شاء في اليوم ومن شاء فليكفر في سورة الكهف. اصلا الايمان واعتقاد حريه فرديه في القران، هذه وحده. ثانيا حتى في مساله الصيام في الطقس تاع الصيام يقول لك على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، وفي قراءه طعام مساكين، ومن تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم. الصحابه رضي الله عنهم انفسهم كانوا بعضهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني رمضان في البدايات تاع الصيام في تاريخ يعني نقول لك يعني ما كاش غزوه، ما كاش ظروف، ما كاش مرض، لا 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 لا، في المدينه في الظروف العاديه، خليني من الغزوات والمرض والصحابه يفطروا. نعم، في الظروف العاديه الصحابه لم يكونوا كلهم يصومون في بدايه الصيام. لما شرع الصيام روح سوره البقره رقم 184، البقره 184 يقول لك وعلى الذين يطيقونه فدية. يعني الانسان اللي يقدر يصوم وما يحبش يصوم، ما يحبش، ما نفحتلوش يصوم، هو قادر على الصيام، ما عنده حتى مرض، ما عنده حتى مشكل، لكن ما حبش يصوم، لا يريد. مثلا قضية تحريم الخمر فيها خلاف، الناس المسلمون يتداولوا على أنها محل إجماع، وهي ليست محل إجماع. مذهب الحنفي منذ القرن الأول، أبو حنيفة يبيح الشرب ويحرم السكر، يقول لك حرام تسكر مش حرام تشرب، هذه مسألة موجودة. روح لبداية المقتصد تاع ابن رشد تلقى هذه المسألة. الخمر حرم على مراحل في القرآن الكريم. أنا نقول لك تحريمها، ما هي علة التحريم؟ الخمر ما هي علة هذا التحريم؟ كل حكم شرعي له علة، أوكي؟ أكيد. ما هي علته؟ هذه العلة مختلف فيها. نعم. هذه العلة محل خلاف منذ القرن الأول. أغلب المدارس الفقهية قالت العلة، علة التحريم هي أن الخمر حرم لذاته، أنه الشرب محرم لذاته. أبو حنيفة قال لا، قال الشرب محرم بسبب علة السكر، فمن لم يسكر فشربه حلال. روح قول هذه الناس هذه مخبية في الكتب لكن يخفونها. شيوخ الدين يخفونها عامة. أود أن أجيب على الفتنة الذي أحدثها أحد السوفسطائية، والذي يزعم هذا السوفسطائي الذي يسمى جاب الخير، وهو لم يأتي بأي خير. يقول بأن الصيام شهر رمضان ما هوش واجب، من شاء أن يصوم وهو قادر يصوم، واللي ما يحبش يصوم قال هكذا ما نفحتلوش يصوم، يفدي. واستدل بقول الله جل جلاله في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الذين يطيقونه فدية. راح اقطع الآية، فصلها عما قبلها وفصلها عما بعدها، ولت عنده حجة. وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني حسب الفهم نتاعو باللي القادر على الصوم يروح يفدي، وهو قال باللي العاجز عن الصوم ولا اللي ما نفحتلوش يصوم، ما نفحتلوش يصوم، هكذا قال، اللي ما نفحتلوش يصوم يطعم. أين وجدت في كتاب الله اللي ما نفحتلوش يصوم يطعم؟ أين وجدت هذا؟ لأن إذا حسبناك بظاهر هذه الآية لتجعلها حجة، ربي قال وعلى الذين يطيقونه فدية، ظاهر الآية كما فهو يقول كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. اسمع إلى القرآن وهو يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. اسمع إلى القرآن وهو يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اسمع إلى القرآن وهو يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. مرحبا بكم بوغ سات سكوند فيديو الزول في اللون. كنتوا تسمعوا في سعيد جاب الخير، سي ان بونسور، هذا سعيد جاب الخير انسان عنده مستوى عالي، قرا في الدين، قرا الحق حتى اللي كنا نعطيكم وين يجيها وصل. وعلاش راح نتكلم على سعيد جاب الخير؟ باسكو عيطوا لي من يامس بعض الزملاء والناس اللي تبع فيا سور يوتيوب وسور الفيسبوك، قالوا لي ودي تكلمنا على سعيد جاب الخير. علاش؟ باسكو سعيد جاب الخير هذا ما يامس بعثوا له قوات الامن، راحت له البيت نتاعو، راحت له البيت نتاعو في بوفاريك،
وتم اعتقاله وداوه سمعوه على محضر. والتهمة واش هي؟ هو إساءة إلى الدين الحنيف وإلى الرسول ومن عفواش ومن عفواش. ماشي هذه الخطرة الأولى اللي يديروها لهذا السيد هذا. الناس اللي بعثوا لي قالوا لي يا ولدي ماذا بك تكلمنا على هذه القضية هذه نتاع سعيد جبل خير. ومن بعد سمعنا باللي السيد أطلق سراح، ما على باليش أنا إذا أطلق سراحه هكذاك ما كبدوا المتابعة ولا سمعوه على محضر وعيطوا لرئيس الجمهورية قال لهم اسمعوه وطلقوه من بعد نكونفوكيوه باش يجي للشراع، ولا خلينا يقولوا راهو تحت الرقابة القضائية. مازال ما على بالناش، ما عنديش خبر يعني صراحة ما عنديش خبر. كنتوا تسمعوا فيه كيفاش كان يهضر على رمضان وعلى يعيدش على الشراب وعلى ومن بعدها وكانوا بزاف الناس شيوخ يردوا له، كانوا حتى اللي سبوه اخرين كفروه اخرين كما قال واحد. وهذا هو الشيء اللي نحب نتكلم عليه انا. انا هذا سعيد جبل خير نقول لكم تقدروا تشوفوه شوف شغل كيف اسمه شغل تروحوا شوف لي ريزو سوسيو تشوفوا سعيد جبل خير زاد في 17 ديسمبر 64 في بوفاريك ولاية البليدة. سي ان جورناليست، c'est un islamologue spécialiste du soufisme. Il a une licence en sciences islamiques, une licence en sciences islamiques. Il est également titulaire d'un doctorat, un doctorat en philosophie. Alors, qui cumule les études de terre à l'université d'Alger, Saïd Jebel Khir, va faire 10 ans dans la langue arabe et la philosophie, la philosophie. Dans les cycles moyens et secondaires. En 2000, il commença sa carrière de journaliste. Il a fait Sahafi, qui est responsable de la rubrique culturelle. Alors, en 2005, il a fait le responsable de la rubrique culturelle. Alors, Wumbad Wimcha, le Khalij. Il travaille pendant deux ans pour le quotidien. Il quitte l'Algérie pour les Émirats arabes. Voilà. Alors là, il travaille pendant deux ans pour le quotidien Khalij Times comme rédacteur à la rubrique culturelle. En même temps, comme collaborateur de l'hebdomadaire algérien El Mouhaqiq. De retour en Algérie, il intègre l'équipe hebdomadaire El Mouhaqiq. Et pendant une année avant sa fermeture. Il travaille également pour la radio algérienne Alger chaîne 1 pendant 4 ans. Il a été producteur, animateur de la rubrique du soufisme sur la chaîne de télévision algérienne. Il est l'auteur de plusieurs articles. Bon, بزاف لو كان نقراوها ما نكملوش بزاف. على كل حال الانسان ماهوش ني با لي دو لا dernière pluie. C'est un connaisseur. ما ننساش tout d'abord باش نزيد نقول لكم بلي حاجه القهوه صحه القهوه النون اذا راكم ديروا كيما انا. صح قهوتكم بون كافي هاتو تياتو سندات اللي غايتشرب في قهوة. ألوغ هاد السيد عندو بلان دو باكاج وراه يتكلم كيما قال واحد عندو كيما قال واحد رايو. على كل حال كاين الناس اللي ما تسندوش، هي فئة قليلة الناس ما يسندوش، فئة قليلة قولو من با 10% في الجزائر و 90% ضدو. 90% ضدو من بينهم هاد الشيوخ هادو. دونك المشكله وين جيها اللي انا اللي ما نفهمش يعني في اللي ما فهمتهاش وعيد تدخل لي راسي، هو كيفاش يرحم باباكم واحد يمد رايو كيما كان يهضر هذا كيف اسمه سعيد جبل خير يهضر يقول رمضان ماهوش اوبليغاتوار، اللي يحب يصوم يصوم، هاي واش تقول الايه منا. يجي الاخر الشيخ هذاك الاخر حتى ما عندوش مستوى، ولا الله يسهل عليه حنا ما نحاسبوش، قال عندك مستوى ما عندكش ليسونسيال لا دوني حتى هو صوم. حنا سمعنا لهذا وسمعنا لهذا يا اخي ولا لا صح؟ لو كان نزيدو نسمعوا ناس اخرين يكون عندهم راي اخر. كانوا اخرين بوتيتر يساندوا 90% يساندوا الشيخ هذاك كيف اسمه ما على باليش كيف اسمه هذاك الشيخ هذاك اللي كان يهضر، و 5% ولا 3% يساندو جبل خير. لو بروبليم نورمالمون يسو بلوس با، واحد يتكلم هذا يساند هذا ما يساندش، هذا يقول لا عنده الحق، هذا يقول ما عندوش الحق، وهذه هي لا ليبرتي ديكسبريسيون، هذه
هذه هي حريه التعبير. ماشي ما فهمتوش انا كيفاه واحد يتكلم يروح يسمعوه الشرطه، هذه هي المشكله. وثانيا راني من مشيت وليح الشرطه خاتينا، الشرطه ما عندهم حتى دخل في هذا الشيء. هذا الشرطه والدرك ولا لي سيفي سيكوريتي ما عندهم حتى دخل. علاش؟ باسكو هادو ناس مامورين. لو كان ماهوش وكيل الجمهوريه ولا الوالي ولا شاف الدائره ولا واحد من لي زوتوريتي اللي يقول لهم روحوا هزوا فلان وسمعوه ولا ديروا له، يروحوش. الشرطه ما يقعدوش وحدهم وحدهم هكذا يشوفوا واحد لا ارواح نو. عندهم حتى لو كانوا يحبوا هما الشرطه بعد يجيهم تبليغ على كانش واحد قالها واحد. انا قاعد دوك نهز التليفون، قاعد نهز التليفون نعيط للشرطه نقول لهم بلي والله واش راه واش راه. هما واش يديروا؟ يتصلوا بوكيل الجمهوريه ويقولوا بلي ودي رانا جانا تعليمات معلومات بلي كان سيد واحد ولا منا ها واش دار. يقول لهم سوا روحوا جيبوه كما قال واحد اعتقلوه ولا ابعثوا له استدعاء ولا قال هذه خويا ما خليه يهدب راسو دار شي هذا الله يسهل عليه. هذا هو كل الجمهوريه ولا النائب العام ولا الناس المسؤولين هما اللي يديروا كيما هذا. انا الشيء اللي ما كما قلت لكم انا اللي حيرني هو كيفاش انسان يمد رايو يعيطوا له للتحقيق. يا خويا مدي رايي هذا الشيء هذا يعنيني انا نتكلم كيما هكذا. الناس اللي حبت تجي معايا مرحبا، واللي الناس اللي ما حبتش يا خويا الله يسهل عليه. انا سمعت الجاب الخير دوكا كي جا رمضان نحب نصوم نصوم نحب نصوم باش ما نصومش، وسمعت الجاب الخير وسمعت الاخر كيف كيف واش قال. دوكا انا نخير واحد منهم اللي ساعدني ونطبق واش قال، ولا ما نطبقش عليهم في زوج نخير رايي انا فوالا. دونك هي لا ليبرتي ديكسبريسيون. اذا ولينا اليوم صحفي يتكلم نحبسوه، بونسور كيما هذا يتكلم نحبسوه، مواطن يكتب حاجه في اللي بورتون ما قاستش يعني يقول لك حقه راهي انت راك قست راك ستادير راك فوزافي بخي فوزافي درت يعني شيء اللي ضد الرسول. يا ناس حنا قلنا لكم اسكو كيما كان واحد هنا دوكا في هذه الدنيا هذه اكثر من الرسول؟ ما كانش ما كانش. الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي اكثر من الناس الكل. اسكو كيما كان واحد اكثر من ربي سبحانه في هذه الدنيا هذه؟ ما كانش. ربي سبحانه هو اكثر من الناس الكل. دونك انا شي ما فهمتوش كيفاه ربي سبحانه عز وجل ما دخلش، الرسول ما يدخلش، الصحابة اللي رضي الله عنهم ولا ما عرفوش يقولوا لهم ما تدخلوش، الملائكة ما تدخلوش، ويجي واحد سامبل كيما أنا خطرش أنا مسؤول نجي ندخل ونقول له كيفاه أنت راك تو فوزافي بورتي بريجيديس للقرآن أيا جيبوه للحروف الحبس. إما أنا دون سو كالا أنا ما فهمتش أنا علاش واحد الوقت نحاول الفيس الحكم برك. أنا ما فهمتش أنا كانوا يخليو الفيس والفيسك راح يديرها دولة إسلامية وانتهى الأمر. مي اليوم مانا فاهمين لا الجزائر ديمقراطية باش نحترموا رأي الغير، باش نحترموا لا ليبرتي ديكسبريسيون، نحترموا حق كيما قال الواحد حق الرد حتى الواحد يكون عنده رد يدير، هذه هي الديمقراطية. ولا كنا نخليو الفيس يديرها دولة إسلامية كيما إيران ولا كيما باكستان ولا كيما أفغانستان. ما كانش حرية الرأي ما كان والو يا خويا، هذه دولة إسلامية واش نقولك دير وتبلع فمك. هو نورمالمون نديرو كيما هكا. أنا والله ماني فاهم علاش الجزائريين وعلاش المسؤولين تاعنا راحوا نحاول الفيس الحكم. أنا ما فهمنيش فاهم كي عاد هما راحين يجيو يديروا كيما الفيس كانوا يخليو الفيس يحكم يا خويا. سبحان الله كانوا يخليو الفيس يحكم دونك. لا قالك حكا تاع الفيس هادو راح يرجعونا قرون اللور. ياك انت رجعتنا قرون اللور يا اخي. هاو يقول لك هذا سعيد جاب الخير في وقت الرسول كانت الناس ما تصليش، وواحد لك واحد لك كفر واحد وواحد لك قالوا انت كافر وانت كذا ولا منا. وزيد انا نروح بعيد على جاب الخير. جاب الخير يقول لك في هذه كيف اسمها الغزوات. انا ما نمنش في الغزوات خلاص باش نكون بعينكم. انا ما نمنش في الغزوات هذه سيتي كريم اللي راحوا غزاو ناس ودخلوا عليهم وقتلوا ناس هذو بور مو سيتي كريمينال. انا مش كيما سعيد جاب الخير. انا ما نستعرفش بالغزوات هذه. انا ما نستعرفش بديك الايه اللي قالها قبيل كتب عليكم القتال.
هذا جدود اللي كتبوها، انا نقول لك هذا جدود هذا بوليحيا هذا اللي كانوا يهضر قبيل، هما اللي قالوا كتب عليكم القتال، باسكو انا نقول باللي ربي ما كانش كتب عليكم القتال، عمره ما يقول كتب عليكم القتال، ربي ماهوش لهنا باش يقول الناس روحوا تقاتلوا ولا روحوا ضربوا ولا لا لا لا، ربي لو كان عينو واحد عليه حتى يقتلوه حتى يقول له روحوا قتلوه، لو كان عينو ربي يطفيه هكا كي الشمعه يطفيه، يطفيه كي الشمعه، على حتى يستناني انا ربي باش يقول لي روح تقاتل. انا برموا ربي ما كانش كيما هكا، وهذا راي وعلى بالي بلي 99% 99.99 من الجزائريين ضدي، صدير ما لا يقولك لا يقولك اخويا احنا ربي قالنا اقتلوا نقتل، هذا ما كان شغل باكزومبل، لو كان لقينا في القران اقتل باباك نروح نقتل بابا، نقول لهم اخويا كان مكتوب في القران، ما تقولوليش انا مكتوب في القران انا ندير، لا يا اخي اسمح لي انا ما نديرش كيما هكا، انا نقرا ونشوف واش يقول مخي، اذا مخي تدخل له هذا الشيء هذا في راسي نديرها، اذا ما تدخليش ما نديرهاش، سيتو هذا ما كان وخلاص، هذا انا نهضر على روحي هنا ما نهضرش على الناس الاخرين، الاخرين يديروا واش يحبوا، يروحوا يقراوا القران وكان يلقاو باللي اقتل امك راح يقتل امك، اخويا هذه حاجتك دير واش بغيت، مي انا نو انا نقرا القران ولا نقرا كيف اسمه ولا لا بيبل ولا اي كتاب سماوي نشوف الايه قال تقاتلوا قال انا ما نقاتلش، لاش راهو يقول لك بلي ربي اللي قال وانا على بالي بلي ربي ما قالش، بصح حنا لاش ربي قال انا ما نتقتلش، انا ما نقتلش خويا، انا ندافع على روحي موش ما نقتلش، انا ندافع على روحي، مي باش نروح ندخل على الناس باسم الدين ولا نغزو الناس كما يقولوا الغزوات، نروحوا نديو حوايج الناس كما قالوا لي خطيفاتنا قالوا لي واش هي تسمى كيسرقوا الناس غنيمه، كما عطيت لكم هنايا مثال، دوك انا نتقابل مع واحد يكون عندي باكزومبل واحد يهودي هنا يسكن معايا الفوق، اليهودي هذا ايضا يكفر نطلع عنده انايا نجبد الموس نعطيه نجيب له مرته ونحب نحكمها من الشعر نجيبها ندخلها لهنا نجيب له المنوط نحط نحكمها ليه نحطها ليه ونروح نجيب الفريجيدار نتاعو نهبطو لهنا قال اخويا وشي وهذا قال غنيمه نجيب له التلفزيون نتاعو نجيبوه هنا قال غنيمه هكذا كيقول لي واحد على هدك كيما نقول له اخويا هم كانوا يديروا كيما هكذا في الاسلام اخويا النبي نتاعنا كان يدير كيما هكا هم يقولوا يا اخي هم يقولوا هكذا دونك انا هادشي ما نديروش مي سامبلومون انا حبيت نقول للمسؤولين تاعنا يا مسؤولين الله يهديكم راهو بشي هذا راكم تكرهوا الناس في الحياه هذه الاولى وراكم ما تخليوش الناس كل تهرب واحد كيما هذا سي ان بونسور لو كان تكملوا عليه بهذا الشيء هذا مش راح يقعد لكم هنا في البلاد مش راح يقعد لكم انسان يمد رايو اسكو الناس هذا السيد هذا حتم عليكم قال لكم ما تصوموش اسكو تحتم عليكم قال لكم صوموا اسكو حتم عليكم قال لكم اشربوا الشراب اسكو حتم قال لكم ما تشربوش ويقول انا قريت هاني واش نقول هاني واش نقول الاخر يفسرها حاجه اخرى هذاك بوليحيا هذاك اللي جا الاخر اللي مني هذاك فسرها حاجه اخرى حاجته نحترم رايو هذاك بوليحيا رغم انني على بالي بلي جاب الخير هو اللي عنده الحق انا بور مو جاب الخير هو اللي عنده الحق انا انسان جاب الخير علاش باسكو جاب الخير سي انسان عنده مستوى عالي قرا وكما قال واحد سي عنده لا ليسونس سيونس اسلاميك عنده بزاف امور انا نسمع جاب الخير ما نسمعش الاخر مي الاخر احترم رايي ما نروحش نقول الاخر انت كافر ولا نروح نقول له انت راك ما على باليش انت ما تفهم فيها والو انت لا خويا قال نحترم رايي لازم نتوصلوا لازم نتوصلوا وين نحترموا الراي نتاع الانسان الاخر خويا انا نتكلم دوك ما عجبتكش تهز نتا كومونتير قال مسيو منصف انا مانيش معك في هذه مانيش معك في هذه مانيش فيك نعقبها لك نعقب لك يا خويا هذا رايك وانا نحترم رايك بصح كي ما تحترمش انت راهي تسبني ما بقاش فيها واش يقولوا هذا تعبير وحريه التعبير وما كان هذا كيما قال واحد تهور يقولوا له انا كيفاش انا واحد دوكا نشوف واحد دار فيديو ما عجبتنيش نطر الكومنتير نسبه نقول انت فيك وفيك وانت وفيك هذا يسمى هذا مستوى ضعيف جدا ويسمى كما قال واحد انسان ما عنديش تربيه ما عندي والو يا اخي انا ما نفهمش صديقي مانيش انا معاك في الشيء اللي قلته نحترم رايك بصح مانيش معاك هذا ما كان من حقك تقول الشيء قول على روحك يجي واحد يقول لي حنا رانا دوله اسلاميه ماناش دوله اسلاميه يا جماعه بور لانستون اونتر كيميا بور لانستون باسكو انا جينا راهي جاي باش نكونوا دوله اسلاميه وتشوفوا واش راهو يصرا فيكم كيما يقول واحد او جاي باش تكونوا دوله اسلاميه وتشوفوا كيفاش يضربوا يذبحوا في الناس في الطريق في نص النهار هي جايه انا الشيء هذا الله لا يحضرنا ليه والله لا يخلينا نقعدوا معاهم اذا الناس راح يديروا كيما هكا ديجا التسعينات هكا شفتوا واش صرا
يطيروا في دماغين تاع الناس باسم ربي قال وباسم الرسول قال، يطيروا في دماغين الناس، يغتصبوا في النساء باسم ربي قال والرسول قال. حنا ماناش من عند الناس هذو، حنا الناس نحبوا السلام، نحبوا حرية التعبير، نحبوا الناس كل واحد يمد رايو، ورانا عايشين. خويا هذا جاب الخير راح يروح للنار، يروح للنار الله يسهل عليه. علاه انت ديك المزقوم انت يا كيفاش؟ كيف انت داير كنا نطالب، انا نطالب هذه وزارة الشؤون الدينية هذه تتنحى بكل، تتنحى بكل يا خويا. علاش دير لي وزارة الشؤون الدينية؟ واش ندير بها انا؟ واش ندير بها؟ فهمني برك واش ندير بها؟ ما عندي ما ندير بها، ما عندي ما ندير. ما تجي تفتي لي، علاش تفتي لي انت؟ شكون انت باش تفتي لي تو دابور؟ شكون انت باش تفتي لي تو دابور؟ شكون انت؟ ها القاري هذا السيد هذا ما فتاش، هذا يقول موش تفتي، قاعد يقول باللي انا قريت الآية هاي واش تقول؟ تقول ما قالش يا جماعة انا راني نفتي لكم روحوا افطروا، ما قالش كيما هكا، وما ينجمش يقول كيما هكا، واحد ما عنده الحق يفتي. حتى هذو الناس اللي حطوهم هذو زعما المفتيين هذو اللي يديو في الدراهم نتاع لا، والله غير دراهمهم باطل، والله غير دراهمهم اللي يديو فيهم والله غير دراهمهم باطل. خاطر كيفاه انت تسمح لروحك انت تفتي؟ دو كان دروا؟ دو كان دروا تفتي انت؟ وعلاه نسمعوك حنا؟ بقول كوا خاطرش الرئيس حطك انت مفتي، والرئيس هو الدين نتاعو هو، الرئيس يحطك والي، يحطك سوبريفي، يحطك مير، يحطك على باليش انايا قنصل، هذه حاجته. بصح ما ينجمش يقول لك انت راك مفتي، كيفاش مفتي هذا؟ مفتي حطك ربي هو اللي حطك مفتي، اذا ربي سبحانه عز وجل حبك باش انت تفتي للناس وتهدي الناس كيما النبي وكذا ومنها، ربي هو اللي حطك، ما يحطكش الرئيس، الرئيس ما عندوش حق. ما عندوش حق خلاص خلاص. وهذه كما قلت لكم الماده رقم 2 هذه، ان الدين الاسلام دين الدوله لازم تتنحى. هذه غلطة كبيرة خلاص، غلطة كبيرة. الدولة ما عندهاش دين، الدولة دولة مدنية عندها دستور. إذا نحبوا نديروها دولة إسلامية نحيو الدستور، نجيبوا القرآن ونطبقوا القرآن. بصح لازم نطبق القرآن كما قالت الشريعة، كما قالت واش يقول؟ قال خويا قاتلوهم قاتلوهم، قال اذبحوهم اذبحوهم، ما تقوليش نو هاو قال كيما هكذا ولا أخرى قال كيما هكذا، ما عادش فرا ما عادش فرا هكذا. كل واحد عنده فهم. هاي دوكا هاي آية، هاي آية دوكا آية قراها قبيل كيف اسمه جاب الخير. الآخرين يقولوا كيفاش مال الغزوات وهذيك، دونك ماهمش متفاهمين. هذا ماهوش هذا ما يتفاهمش مع هذا، صدي هذا يفهم زي وهذا يفهم زي، بصح نورمالمون ما يكونش إشكال. هذا يفهم زي من حقه يفهم زي، والاخر جاب الخير يفهم زي اخر من حقه يفهم زي اخر، ونخليو الناس تحكم ونخليو الناس دبر راسهم. يا خويا انا سمعت الجاب الخير واش قال، نحب نطبق نتاع جاب الخير، نطبق نتاع جاب الخير. سمعت بو لحية هذاك واش قال، نحب نطبق نتاع بو لحية هذاك، ولا ما نطبق لا هذا لا هذا ونطبق رايي انا. وهذه هي كما قلت لكم لا ليبرتي ديكسبريسيون، لا ليبرتي ديكسبريسيون ما كانش كيما هي. لازم نحترموا الناس، لازم نحترموا الناس واش تهضر، لازم نخلي الانسان نعطي له ماهوش قال انت تقول هكذا، ما انت يا انت ربي سبحانه عز وجل انت يا راك ضد، انت راك ضد ربي يا ولدي. اذا هذا جاب الخير ضد ربي خليه مع ربي، ما تجيش انت تقول ربي كيفاش يعني على حسابك انت. ربي عاجز باش كما قال واحد باش يبا بينيغ هذا جاب الخير؟ ها ممكن تقول كيما هكا، انا نقول نعتبرك كافر، خاطرش ربي سبحانه ما يعجز حتى على حاجه. لو كان عينه ماهوش غير جاب الخير يطبقها سفيه على عليها، بصح ربي ما قال حتى واحد، خلاها ربي خلا الناس ترونكي. مي نتوما حابين توليو ترومبلاسيو ربي، وهذه هي الغلطه الكبيره. ما تقدروش غدوه انايا نمشي نمشيو تبون، لو كان يولي يمشيو تبون يفتي ويقول لكم صوموا وصليوا ومنا كي نهضروا معاه يقول لك انا نزل عليا الوحي، انا نزل عليا الوحي وليت رسول ولا وليت منا ولا نتبعوه. بصح مادام ما كانش ما نزلش عليه الوحي، هذا راهو بريزيدون انتخبوا عليه الناس، حنا صديق حنا الشعب هو اللي انتخب عليه باش يكون رئيس، مش انتخب عليه باش يدخلهم الجنه. نو ما كانش منها، ولا يمنحهم من النار ما كانش منها. ديجا هو بعد ما على بالوش بروح ولا يروح للجنه ولا يروح للنار، وما على بالوش بروح وما على بالوش اذا كاينه الجنه ولا كاينه النار. كتقول كيما هكا شفت الكافر كيفاش ما يمنش؟ شفت الكافر يا ودي واش تحبني نمن؟ كيفاش تحبني نمن؟ انا نمن بهذه بريكي، هذه قدامي بريكي علاه باسكو يتشعلها، هاي هذه اللي نمن بها انايا. بصح حاجه مش قدامي، حاجه يقولوا كل واحد يقول، حرام يقولوا يا خويا. بصح 100% على باليش اذا كاينه 100%، الانسان اللي على باله بلي 100% كاينه الجنه يجيب لنا لابروف. وما تجي تقول لي انا هاي مكتوبه لهنا، هاي مكتوبه لهنا في القران.
مكتوبه في القران، انا منها 100% لو كان جا القران هذا جهبت من عند ربي، ها جهبت ديريكت وطاح في الارض، نروحوا نقراوها نقول لك 100% كاينه. المشكله ماهيش هنا، المشكله القران هذا كتبوه للعرب وكتبوه ناس كيما حنا، هاي البروبليم وينو؟ قادر يزيد فيه وقادر ينقص فيه وقادر ينحي منه وقادر يدير له خفضه وقادر ديجا ديجا واحد نوع كتبوه وحرقوا اخرين، حرقوهم اخرين داروهم وعاودوهم واخرين عاودوا اخرين داروا كيف كيف كيما حتى في في لا بيبل كيما في دونك هادو الناس هما اللي داروا الشيء هذا، مادامهم دي الناس اللي داروا الشيء هذا سو سون دي زيتر هومان، هادو زيتر هومان قادرين يغلطوا وقادرين ينحيوا وقادرين يزيدوا ويزيدوا كيفاش تكتب تكتب بعد ما نعرف قدام سنوات باش تكتب. دونك لازمنا نحترمو، انا يبان لي الناس اللي قالوا لي اهدر على الشيء هذا انا هدرت عليه، ماناش رانا ماناش قد قد كما قلت لكم، سمحوا لي انا مادام صحفي يتكلم يتحبس ومادام واحد يمد رايه ويديوه الحبس، انا يبان لي ماناش رايح حاكمين الطريق الصحيحه، الناس هذو المسؤولين لازمهم يرجعوا للطريق الصحيحه ويخليوا الناس تتكلم. اخويا انا مادام السيد هذا ما دارش جرم ما قتلش وما دارش حاجه يعني اللي نقدروا نقول لك خويا انت كيفاش تروح تضرب ولا تروح تقتل ولا تروح تدير، هذه وي مين انسان مد رايو مد رايو نحوه في الحبس كيفاش مد رايو قال بلي يا خويا اليوم القايله حاميه الوغ كو بارد الحال، قلت انت القايله حاميه بصح هو بارد الحال، جيبوه نحوه في الحبس. نو يهضر على روحه لا ليبرتي ديكسبرسيون هذه هي حريه التعبير، هذه هي خويا قول على روحك الله يسهل عليك، كفرت هاو بينك بين ربي دبر راسو ربي سبحانه وعز وجل، مانيش انا نحاسبك، انا ما نحاسبكش، انت كفرت اخويا بينك بين ربي سيتو، خاطرش اذا اليوم انتم تحكموا هذا كفر نجيبوا له في الحبس، اما علاه يدير ربي يوم الحساب؟ ما انا شوفوا طاش مع ربي سبحانه قال يا جماعه قاعد انتم تعرفوا خير من ربي، اكتبوا ربي ولا عيطوا ربي قولوا له يا ربي نحي يوم الحساب، قولوا له كيما هكا مالا يا ربي دار يوم الحساب خلنا الناس ما لو كان عين راه كان جا ربي يحاسب الناس من بعد الفعل تاع واش دار ثم سير بلاص بالك ما كانش الدنيا خلاص، مي ربي خلى الناس ترونكيل دار يوم الحساب نهار كي نروحوا عند ربي خليوا ربي يحاسبوا، ما تحاسبوش انت يا محمد، انت تحاسبوا لو كان خالف الدستور، لو كان خالف الدستور خاطرش حنا درنا الدستور هذا باش ما توليش فيها فوضى، الدستور هذا مش قران مي درناه الشعب داروه والناس اللي داروه هزينا هذا الدستور هذا وقلنا المادة الأولى لو كانت تسوق بلا شي رخصة سياقة عندك شهرين حبس وعندك هذه وعندك هذه، لو كان ما ديرش لاسيرونس عندك هذه وعندك هذه، هذه حوايج دنيوية، هذه حوايج هذه لو كان صح حوايج دنيوية مكتوب بلي لو كان ما تسوق بلا شي بارمي يديوك الحبس هذه نورمال، بصح باش ما تصومش نديوك الحبس مشكلة كبيرة، ما تصليش نديوك الحبس مشكلة كبيرة، هضرت قلت بلي يا خويا الرسول كيفاش هذا طلع على السماء هذه حنا ما نمنوهاش، ما تمنش، جيبوه طلع في الحبس، يا خويا ما يمنش على روحه، يمن بالذراع من انت خويا، امن انت، انت امن اخويا قال طلع وراح وداروا وكيما واش يقولوا امن، بصح خلي الناس الاخرين ليبر دبر راسهم، دبر راسهم بينهم بين الاله اللي خلقهم، كيفاش الناس هذو الاله اللي خلقهم يقولوا الشيء هذا وخلاهم ليبر وانايا عبد ضعيف نجي نطبق عليهم قال روحوا للحبس روحوا لهيه بالك لو كان جينا في بالك دوله اسلاميه كانوا ينحيوا الريسان تاع الناس كما راهم يديروا في السعوديه ويديروا بارتو وهذا اجرام، هذا كي تنحي انت راس تاع واحد تقتل واحد ولا دير واحد هذا هو الاجرام، ماهوش الانسان اللي قال كلمه اللي قال انا ما نستعرفش بالرسول ولا هاو عم الرسول ما استعرفش به عمو يا صاحبي عمو ما استعرفش به قتلوا عمو قتلوه قتلوش هم قالوا انك لا تهدي من شئت يا محمد وكيما هكا ما عرفش تقول الايه ما عرفتش ان الله يهدي من يشاء ماشي شي نورمال سي نورمال صار كي عاد عم الرسول نقولوا عليه كيما هكا بصح كي عاد جاب الخير ولا واحد اخر لازم نقبوا عليه الحد ما تجيش يا ناس ما تجيش هذه انا نقول الناس اللي يطلبوني باش نتكلم على هذا المشكل هذا حنا ماذا بينا المسؤولين تاعنا يخافوا ربي ويخليو الناس ما كانش كيما ليبرتي ديكسبريسيون ما كانش كيما يقولوا الناس حرية التعبير يا أخي عبر على روحك ما تقيش الناس ما تسبش الناس ما كيما قال واحد ما تظلمش الناس وقول واش بغيت يا خويا هذا رأيك على كل حال هذا رأيك ما هو رأي حتى إنسان أنا جاب الخير هذا يقول هكذا ولا يقول هكذا سي سون أفي من بعد جا هذاك بولحي هذاك عيطوا له شيخ شمس الدين هذاك قال حاجة أخرى نحترم رأيه حتى وماناش معاه
مي نحترم راه يقول على روحه موش قال هذاك لا ما نسمعوهش هذاك باسكو موش قاري ولا يا خويا مد رايو قاري ولا موش قاري مد رايو الى دوني سون افي دبر راسو الله يسهل عليه اللي حاب يسمع له يسمع له دبر راسو هذا هو فوالا بالك ان شاء الله من بعد نرجعوا نشيروا نوتر فيديو ونقول لكم اتو تلو